متابعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وجولة خدمية جديدة تأتيكم من بنكير وأحدث أسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب والسلع اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023. والبداية مع العناوين. أسعار الدولار تواصل رحلة الاستقرار بداية تعاملات الثلاثاء. استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه مستهل التعاملات. استمرار انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2580 جنيه بداية التعاملات. انخفاض طفيف في أسعار الحديد والأسمنت مستهل التعاملات. انخفاض في أسعار الدواجن واستقرار البيض واللحوم في بداية التعاملات. تباين أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور. انتهت العناوين وإلى التفاصيل. بانكير نبض البنوك. سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية. وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 30 جنيه 85 قرش للشراء و 30 جنيه 95 قرش للبيع. واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30 جنيه 75 قرش للشراء و 30 جنيه 85 قرش للبيع، وسجل نفس السعر في بنك مصر. وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30 جنيه 85 قرش للشراء و 30 جنيه 95 قرش للبيع. سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء تباينا نسبيا حسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. وسجل اليورو في البنك المركزي المصري 34 جنيه 6 قروش للشراء و 34 جنيه 20 قرش للبيع. وسجل الجنيه الاسترليني 39 جنيه 4 قروش للشراء و 39 جنيه 20 قرش للبيع. واستقر الريال السعودي في المركزي المصري عند 8 جنيه 22 قرش للشراء و 8 جنيه 25 قرش للبيع. وسجل الدينار الكويتي 100 جنيه 62 قرش للشراء و 101 جنيه 5 قروش للبيع. واخيرا بلغ الدرهم الاماراتي 8 جنيه 39 قرش للشراء و 8 جنيه 43 قرش للبيع. سجلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء انخفاضاً ملحوظاً بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر. وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2948 جنيه، وبلغ جرام الذهب عيار 22 نحو 2702 جنيه. واستقر جرام الذهب عيار 21 عند 2580 جنيه. وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2211 جنيه، بينما سجل جرام 14 1720 جنيه. واخيرا سجل الجنيه الذهب 20640 جنيه في مستهل التعاملات. شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم انخفاضا طفيفا للمستهلك. وسجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 41189 جنيه للطن تسليم مصنع، وقد يصل إلى 45000 جنيه للمستهلك. وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 40110 جنيه كمتوسط سعر. ووصل متوسط سعر حديد العتال 39500 جنيه للطن، بينما سجل سعر حديد عطية اليوم 39400 جنيه للطن. وسجل أسمنت المسلح سعر 1960 جنيه بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام. وبلغ سعر أسمنت النصر 1930 جنيه للطن، ووصل سعر طن أسمنت المعلم ل 1870 جنيه. وسجل أسمنت وادي النيل سعر 1860 جنيه للطن. شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء انخفاضاً جديداً في بداية التعاملات في البورصة والأسواق، وذلك بعد تراجع سعر الأعلاف بقيمة تجاوزت 1500 جنيه دفعة واحدة. واستقرت أسعار الدواجن البيضة في المزرعة عند سعر 63 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيه. وانخفضت أسعار الفراخ الساس والحمراء اليوم لتسجل 74 جنيه وتصل إلى المستهلك بسعر 83 جنيه. واستقرت أسعار الدواجن البلدي اليوم بالمزرعة لتسجل 99 جنيه وتصل المستهلك بسعر 105 جنيه. وسجلت أسعار البني اليوم 165 جنيه. حافظت أسعار اللحوم في مصر على استقرارها اليوم الثلاثاء في محلات الجزارة ومنافذ البيع الرسمية، ويتراوح سعر كيلو اللحوم المفرومة ما بين 250 و 300 جنيه
فيما تراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 ل 280 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي من 130 ل 140 جنيه، وتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز من 250 ل 320 جنيه، ويصل سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي ل 115 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلي من 160 ل 190 جنيه. وصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها في الأسواق اليوم الثلاثاء، وذلك في أغلب أصناف الخضروات والفاكهة بسوق العبور. سجلت الطماطم ما بين 3 جنيه ونص ل 6 جنيه ونص، والبطاطس تراوحت ما بين 4 ل 5 جنيه وربع، والبصل سجل من 6 ل 9 جنيه، والكوسة من 5 ل 8 جنيه، وسجلت الفاصوليا من 8 ل 12 جنيه، والبتنجان البلدي من 4 ل 6 جنيه. وفي سوق الفاكهة سجل كيلو الليمون البلدي من 7 ل 17 جنيه، وتراوحت الفراولة عند سعر من 7 ل 10 جنيه، والجوافة من 6 ل 12 جنيه، والبطيخ من 32 ل 40 جنيه، وتفاح المصري من 5 ل 21 جنيه، والعنب المستورد سجل من 25 ل 40 جنيه، والكيوي 26 جنيه للكيلو، والكنتالوب من 5 ل 10 جنيه، بينما تراوح سعر الخوخ البلدي من 5 ل 15 جنيه. وإلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.